الأنشطة اللي تقوم بها جمعية روح التراث الصوفي المديح والسامع بن كناس خلال الدورة الرابعة ديالها من مولودية بن كناس رسأت هذه السنة بحول الله باش دير الدورة باسم الحاج المحجوب المرابط أحد أعمدة المديح والسامع ودليل الخيرات بمدينة بن كناس، وكذلك غادي يكون تكريم لواحد جوج ديال الأشخاص، رجل تيعمل في مهنة الصحافة ورياضي مدينة مكناس هو الحاج خالد الرحامني، والشريف مولاي حسن أبو عبد الله من قيدوم المديحين بمدينة مكناس وممثل ديال مدينة مكناس في النخبة الوطنية. شكون الناس اللي مدعوين في النشاط؟ إوا بالنسبة للنشاط كاين فعاليات ثقافية، كاين الناس الجمعويين، كاين الناس ديال المديح والسماع، والناس ديال الطرب الأندلسي. عند مولانا بالنسبة للفرق اللي مشاركة، كاين جمعية دلائل الخيرات ديال السيد محمد بن سليمان الجازولي اللي كيترأسها الحاج محجوب مرابط أحد المحتفى بهم، وكاين جمعية روح التراث الصوفي اللي كان ترأس الرئاسة ديالها.